لا نولين بإطلالة قمر طائش شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو راح تكون مع اليوتيوبر غيت مروان وسر الورى. فغيت مبارح نشر مجموعة من الستوريات كان عم يجاوب على أسئلة الجمهور اللي سألوه إنه سارة لما تلبس الفساتين في المناسبات الفساتين وين بيروحوا. رد غيت مروان على هذا السؤال إنه سارة بتستأجرهم، وردت سارة إنه الفساتين عندها بالخزانة، بتلبسهم مرة وبتحطهم بالخزانة. وعلق الجمهور رجعت قصة فساتين سارة وأصحابها. نمر أيضا إلى لانا ولين محمد اللي قاموا مؤخرا بنشر مقطع، علق الجمهور على هذا المقطع إنه هن لابسين مثل أوتفيت اللي سهرت فيه قمر طائي مؤخرا. فشو رأيكم، تتوقعوا إنه نفس الأوتفيت أو التصميم مختلف؟ لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، حطوا لي رأيكم بخانة التعليقات. بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي.